متوقعين بأن انطلاقة المساء وانطلاقة أشواط الذهب ستكون في الساعة الواحدة من ظهر هذا اليوم، بينما التحضير سيكون في تمام الساعة 12:30. لذلك وجب التنويه للسادة المتابعين الأعزاء، أيها الأعزاء، انطلق الشوط 15 في هذه اللحظات، والكلمة في هذا الشوط للزميل ياسر العطوي، أتمنى له التوفيق ولكم لحظات طيبة وجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب بانطلاقة الشوط 15 الذي يحمل في كشوفاته الإجذاع الإبكار من مسافة 6 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي، حاملة لهذا الانطلاق، لهذا التنافس. وهنالك السيارة تنتظر أحد الأسماء وأحد هذه الشعارات المنطلقة على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحنية، ميدان التحدي. نتابع مسيرة هذا الشوط، مسيرة هذا الانطلاق، وهنا شعارات أصحاب السمو الشيوخ والأمراء التي تشكل لنا رحلة مميزة، رحلة عنوانها البحث عن الناموس. البداية مع المركز الأول مع مقدمة الشوط وشعار هجن الرئاسة على المركز الأول، على الانطلاق الأول، وهنا يتقدم المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي، من يقدم لنا العاصمة من هجن الرئاسة على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. البداية مع المميز ونتمنى له التوفيق. المركز الثاني، نتابع ثاني التحديات، الأسماء القادمة، هنالك صوغة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، علي بن راشد بن خدير الكتبي يتقدم الآن على مستوى المركز الثاني. ثالث التحديات، الوصول والانطلاق هنالك من الجانب الأيمن. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وصلت الآن وانطلقت في هذه اللحظات الطائفة للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي، من يقدم لنا الطائفة على المركز الثالث. المركز الرابع، شعار هجن الرئاسة، وصلت عجيبة من هجن الرئاسة وسهيل بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي، من يتقدم الآن وينطلق على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، من وصلت الآن الوجبة من هجن الشحنية سالم بن فاران المري الذهبي، يتواجد مع خامس التحديات. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة الأسماء المتقدمة التي تأتي معنا على مسار وتحدي هذا الشوط. أعود مع الرئاسة، أعود مع الشعار الأحمر، الشعار المميز، وهنالك أحد المميزين، أحد المضمرين العمالقة، يتواجد مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي، من يقدم لنا العاصمة على المركز الأول، العاصمة على مقدمة الشوط، العاصمة تقود هذه المسيرة وشعار هجن الرئاسة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، أيضا شعار الرئاسة يتقدم مع المركز الثاني، وعجيبة القادمة من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، لكن من وصلت الآن انطلقت شوف شوف قادمة وشعار العاصفة، إمبراطورية العاصفة تتقدم مع المركز الثالث، والمضمر الواثق الواثق في عملية التضمير. والمتابعة، من يقدم لنا شوف حمد بن راشد بن خدير في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع، رابع التحديات، تنطلق الطائفة لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي على المركز الرابع. المركز الخامس، شعار هجن الشحنية تقدم الآن ومعزة هي المتقدمة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد مع المركز الخامس. هذه النتيجة ونداءنا الثاني لمسيرة هذا الشوط. نعود مع المركز الأول، نعود مع المقدمة، نعود مع إبداع الرئاسة، الرئاسة على مقدمة الشوط، هجن الرئاسة تسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. والمميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي يتقدم، المميز يتقدم المبدع على صدارة هذا الشوط من خلال انطلاق العاصمة وسيطرتها على المركز الأول. المركز الثاني، أوصلت شوف شوف القادمة مع ثاني التحديات وإمبراطورية العاصفة الواثق
حمد بن راشد بن غدير انتصفنا مسافة 6 كيلومترات، انقضت 3 كيلومترات وتبقى مثلها يا الواثق. المركز الثالث، المركز الثالث من الجانب الأيمن، عجيبة من هجن الرياسة الإماراتية تتقدم عجيبة مع المضمر سهيل بن أحمد دري الفلاحي على المركز الثالث. المركز الرابع الطائفة وصلت مع المركز الرابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان المزروعي في عملية التضمير، والمتابعة لا زال مسيطر مع المركز الرابع منذ الانطلاق وحتى هذه اللحظات. المركز الخامس، هنالك الموج العنابي قادم مع المركز الخامس والسادس والسابع، لكن نتابع المركز الخامس الوجبة هجن الشحنية سالم بن فاران المري الذهبي على المركز الخامس. لكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بعد أن نتمنى إلى مسامعكم النداء الثالث لمسيرة هذا الشوط، لكن القوة هنا، الإثارة هنا مع الشعار هجن الرئاسة على المركز الأول، هجن الرئاسة على صدارة هذا الشوط المميز. مبارك بن أحمد بن ماجد الخياني من يقدم العاصمة، العاصمة على المركز الأول، العاصمة على مقدمة الشوط، والعاصمة أبوظبي في انتظار هذا الناموس المميز. يا مبارك، مبارك على المركز الأول يقدم لنا العاصمة، العاصمة على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، أتابع الأسماء القادمة، الطائفة بدأت تتسلل، الطائفة تتجاوز هنا، انطلقت مع المركز الثاني، تعود ملكية الطائفة للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان المزروعي من وصل وانطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت، شوف شوف القادمة مع المركز الثالث وشعار هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا. شوف المركز الرابع، عجيبة على رابع التحديات وشعار هجن الرئاسة والمضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، الوجبة قادمة مع المركز الخامس وشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري يتقدم الآن على مستوى المركز الخامس. لكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول. الله يا العاصمة، العاصمة لا زالت على المركز الأول، العاصمة تنطلق بمسار وتحدي هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. سيدة الموقف، سيدة الشعارات هنا تنطلق على المركز الأول، العاصمة لهجن الرئاسة، هجن الرئاسة على المركز الأول على صدارة هذا الشوط المميز. مبارك بن أحمد بن ماجد الخياني من يقدم لنا هذا الشعار المميز. والعاصمة، العاصمة، العاصمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الفوميتين، الفوميتين، الفاصل عن الناموس، الفاصل عن الفوز والانتصار. العاصمة وشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. المركز الثاني، القادمة هنا، القادمة الطائفة للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان المزروع يتقدم، شعار أيضا القادم شعار هجن الشحنية، وأيضا هنا العاصفة قادمة، العاصفة وشوف مع المركز الثالث. ولكن نعود مع العاصمة، نعود مع شعار هجن الرئاسة على المركز الأول على صدارة هذا الشوط. تنطلق الآن، تنطلق مع المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي يبحث عن النقاط المتكررة لشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، بدأت تنطلق العاصمة، بدأت تنطلق العاصمة وتبشر، تبشر بالناموس. والسلام للعاصمة الحبيبة أبوظبي، الوثبة، الوثبة عاصمة الميادين تنتظر هذا الناموس المميز. والمميز هنا يقدم لجماهير وعشاق هجن الرئاسة العاصمة هنا، ما شاء الله تبارك الله، تنطلق، تنطلق مع المركز الأول مع مقدمة الشوط. نتمنى لها التوفيق، وامنياتنا دائما وابدا ترافق الجميع. العاصمة تبشر بالخير وشعار هجن الرئاسة، من أبدع وتميز وتقدم وفاز، تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة الإماراتية على هذا الفوز والانتصار. التهاني والناموس للمضمر المميز مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي على هذا الفوز والانتصار. قاد الشوط راس وانهى راس، تهانينا والناموس لك المميز ولشعار هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت الآن، شوف وصلت مع المركز الثاني من هجن العاصفة. المركز الثالث، عجيبة من هجن الرئاسة سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ورابع المراكز الطائفة للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل هيان أحمد بن خلفان المزروعي. المركز الخامس،
خامسا وصلت معزة من هجي الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام هجن الرياس اضاف رتب هذا الناموس المميز 9 دقائق 14 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت شوف من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق 18 ثانية 78 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. ثالث المراكز عجيبة من هجن الرياسة وصلت مع المضمر سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي 9 دقائق 18 ثانية 80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. وفي